أجرى وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي وناظروه القبرصي وسفيرة قبرص بالقاهرة جولة تفقدية بمواقع إنتاج الغاز الطبيعي ومجمع تسهيلات الغاز المسال بمدينة إدكو على ساحل البحر المتوسط. وشملت الجولة تسهيلات محطة البرولوس لمعالجة الغاز الطبيعي الذي يتم إنتاجه من المياه العميقة بمنطقة غرب دلتا النيل ومجمع إسالة وتصدير الغاز الطبيعي بمدينة إدكو التابع للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال إلينجا، والذي يعد أحد أهم عناصر البنية الأساسية لصناعة الغاز الطبيعي التي تتميز بها مصر إقليميا في إطار دورها كمركز لتداول وتجارة الطاقة. استقبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة وفدا اقتصاديا رفيع المستوى من هونغ كونغ، وقال هيبة إن الشركات من الصين وهونغ كونغ تتصدر قائمة الدول المصدرة لتدفقات الاستثمار من شرق آسيا إلى مصر. واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة آخر تطورات بيئة الاستثمار في مصر ومن أهمها الرخصة الذهبية الجامعة لكل التصاريح التي تحتاجها الشركات في مصر لتأسيس والإنشاء والتشغيل. استقبل رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين وفد مدينة يانجتان الصينية. تناول الاجتماع بحث التعاون المشترك لجذب الشركات الصينية العاملة الراغبة في التوسع خارج الصين. في أسواق البترول العالمية استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعد هبوط بأكثر من 7% الأسبوع الماضي وسط قلق إزاء الطلب في الصين أكبر مستورد النفط في العالم وتهدئة المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط. وارتفع مزيج برنت بنسبة 0.11% ليصل إلى 73 دولارا و14 سنتا للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.4% ليصل إلى 79 دولارا و32 سنتا للبرميل. في المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.17% لتصل إلى دولارين و18 سنتا للتر، وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.30% لتصل إلى دولارين و31 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلن المصرف المركزي الصيني خفض معدلين أساسيين للفائدة إلى مستويات تاريخية في أحدث خطوة تتخذها السلطات في بكين بهدف تعزيز الإنفاق المتعثر في ثاني قوة اقتصادية عالمية. تأتي الخطوة بعد أيام من تسجيل الصين أضعف نمو فصلي لها خلال عام ونصف العام بنسبة 4.6% على الرغم من الجهود المبذولة لتحفيز الاقتصاد.